السلام عليكم تلاميذ الأعزاء. في درس جديد من دروس السنة الثالثة إعدادية، الدورة الثانية، دونك الميكانيك. دونك نشوفوا في هذا الدرس السرعة المتوسطة، بعد ما تعرفنا على مفهوم ديال الحركة والسكون، ودرسنا إمتى كيكون عندنا الجسم في حركة، وعرفنا علاش كيكون في حركة، ودرسناه ملي كيكون في السكون، وعرفنا علاش كيكون في السكون في الفيديو اللي كان قبل. دونك وعرفنا شنو هو المسار، وعرفنا كذلك انواع ديال الحركه. دونك في الفيديو السابق راح تلقاو الرابط ديالو في الديسكريبسيون، يعني في تحت والفوق. اتمنى لكم الان واحد الايقونه اللي كليكيتي عليها هديك مباشره الى الفيديو الاول، يعني في الدرس الاول من الدوره الثانيه. دونك نبداو بالسرعه المتوسطه. بالنسبه للسرعه المتوسطه هي في ام، كنربطو لها في ام. علاش في ام؟ في كتعني بيان سور فيتيس اون فرونسي، و ام كتعني مويان. دونك السرعه المتوسطه هي في ام. دونك السرعه المتوسطه لجسم متحرك بين لحظتين زمنيتين تي 0 و تي 1، داكوغ، هي خارج قسمه المسافه دي. دونك المسافه نرمزو لها بالدي. علاش؟ لان اون فرونسي هي ديستانس المقطوعة على المدة الزمنية دلتا تي. دونك فهموا علاش حنا قلنا دلتا تي، هاد المدة الزمنية اللي استغرقها هاد المتحرك. مثلا عندنا واحد المتحرك ا، يقدر يكون بيكالا مول بيكالا موتور طوموبيل، ماشي مهم. دونك تحرك ولا انطلق من واحد المكان ا وصل لواحد المكان اخر بي. اذا من انطلق، دونك هادي هي اللحظة تي زيرو، وهنا اللحظة تي ان. مثلا الا كان هنا مع 8 خرج، دونك وصل مع 8 ونص. الوغ شحال دوز ديال المده الزمنيه هنا؟ دوز 30 مينوت باينه. الوغ هاد 30 مينوت باش حصلنا عليها؟ حصلنا عليها بالعلاقه دلتا تي، هي تي فينال يعني 8 ونص، يعني تي 1 موان تي انيسيال اللي بدينا فيها اللي هي تي 0. دونك هذه هي دلتا تي والمفهوم ديال دلتا تي باش نفهمو التعريف. اذا السرعة المتوسطة دائما لجسمين متحرك بين لحظتين زمنيتين تي زيرو و تي ان هي خارج قسمة المسافة دي المقطوعة على المدة الزمنية اللي شفناها دابا الان دلتا تي المستغرقة، ونعبر عنها بالعلاقة التالية في شحال كتساوي دي سور تي. دي سور تي يعني دي قلنا هي المسافة، داكوغ، و تي بين لو طون سي المدة الزمنية. دونك دي في النظام العالمي للوحدات كتكون بالمتر، و تي في النظام العالمي للوحدات كتكون بالسكوند. إذا في النظام العالمي للوحدات الفيتيس غتكون بالمتر باغ سكوند، أو متر سكوند موان زان. هاد الكتابتين بجوج صحيحين اللي كتبتي فيهم في التمارين راه كيكون صحيح. ألوغ ممكن كذلك أننا نعبرو على السرعة المتوسطة بالكيلومتر، داكوغ، موان زان، يعني كيلومتر باغ اوغ ولا كيلومتر موان زان، بحيث دي كنعبرو عليها بالكيلومتر و تي بالساعة بالاوغ، داكوغ. إذا هنا في النظام العالمي للوحدات نعبر عن السرعة المتوسطة ب هادي خصكم تعقلو عليها مزيان، هو أنه إلا عطاك شي تمرين قال لك احسب لي مثلا السرعه المتوسطه ديال واحد متحرك ب في النظام العالمي للوحدات، غتحسب له بالمتر بار سكوند ماشي بالكيلومتر بار اور، داكوغ. هاد كيلومتر بار اور هي اللي كنستعملوها في حياتنا دائما، نقدروا نسميوها هي الوحده العمليه، كنستعملوا الكيلومتر بار اور. ولكن في الفيزياء نورمالمون الوحده العالميه اللي كنقيسوا بها السرعه المتوسطه هي المتر بار سكوند. الوغ نمرو هنا، عندنا مثلا مثال، نعطيو واحد المثال باش تفهمو مزيان. مثلا هاد السيارة هادي دوك انطلقات في واحد اللحظة تي زيرو، واحد اللحظة تي زيرو، وصلت في واحد اللحظة هنا تي ان، داكوغ، وقطعت هاد المسافة دي ان كتساوي 3 سنتيمتر. الوغ نعتبرو ان دلتا تي ولا المسافة اللي ضرباتها دلتا تي نعتبروها هي مثلا 0.2،
بلا 0.3 بار اكزومبل سكوند. داكوغ، دونك باش نحسبو السرعة المتوسطة في مويان، يسوفي اننا نقسمو دي على لا دوري، دي على المدة الزمنية. دونك المسافة المقطوعة دي ان على المدة الزمنية اللي هي دي تار تي او تي بحال بحال. داكوغ، كتساوي دونك 3 سنتيمتر على 0.3 سكوند. الوغ هنا خلينا ننتبهوا مزيان ان هاد الى حسبت هنا ما عطانيش النتيجه الصحيحه، لحقاش عطاني سنتيمتر بار سكوند وانا ما عنديش هاد الوحده هادي. دونك خلينا نحسب في النظام ديال العالمي للوحدات. دونك خلينا 3 سنتيمتر نحولها المليمتر، المتر عفوا، دونك كتساوي 0.03، والسكوند راه عندي هي السكوند، دونك ما عنديش مشكل. دونك هنا تولي عندي في ام هي 0.03/0.3. داكوغ، دونك اون كالكولي وكتخرج لي النتيجة بالمتر باغ سكوند. هذا فقط مثال باش نفهمو. الوغ نمرو، دونك شنو هي العلاقة بين المتر باغ سكوند والكيلومتر باغ اور؟ دونك هاد العلاقة مهمة مهمة جدا عندكم في هاد الدورة، خصكم تفهموها مزيان في الفيزياء لأنها كتحط في التمارين بزاف. دونك عندي الكيلومتر بار اور، الى بغيت نحولها المتر بار سكوند ولا العكس. دونك عندي هنا مثلا واحد، كنعرف ان ان كيلومتر، دونك هذه ممكن نكتبها بحال هكا، دونك راه هي كيلومتر على اور بحال بحال. دونك هنا راه ان، دونك ان كيلومتر كنعرفوها ان هي ميل الف متر على اور شحال فيها من السكوند. دونك كنعرفو ان اور فيها 3600 سكوند. الوغ الا زدنا حسبنا هنا ميل نقسمو البسط على ميل والمقام على ميل، نحصلو على 1/3.6 سكوند، ولا عفوا متر بار سكوند، متر بار سكوند. الوغ هنا عندنا 1 كيلومتر بار اور شحال كتساوي؟ 1/3.6 متر بار سكوند. دونك باش نحول من الكيلومتر المتر بار سكوند، كيلومتر بار اور عفوا، الكيلو المتر بار سكوند، يسيفي انني نقسم على 3.6. دونك والعملية العكسية صحيحة، دونك هذه ممكن كيتابعوها كذلك كومسا، ان متر بار سكوند شحال كيساوي؟ 3.6 كيلومتر بار اور. يعني باش من نتحول كان عندي خرج لي النتيجة مثلا بالمتر بار سكوند وطلب مني انني نحولها لكيلومتر بار اور، يكفي انني نضربها في 3.6. داكوغ، واضح؟ دونك شنو هي العلاقة الأساسية؟ هي هذه. دونك عندي متر بار سكوند، دونك عقلوا على هذه مزيان، وميم الاخر يعني سجلوها في الدماغ ديالكم لان تحتاجوها بزاف. دونك متر بار سكوند كنضربو في 3.6 باش نحولوها لكيلومتر بار اور، ومن الكيلومتر بار اور كنقسموها على 3.6 داكوغ باش كنحصلو على النتيجة بالمتر بار سكوند. مثلا عندك 3 متر بار سكوند، دونك بغيتها اون كيلو متر بار اور، دونك شنو كيقول لك العلاقة هنا؟ دونك خصني نضربها في 3.6. شحال عندي هنا؟ 3، دونك 3 مضروبة في 3.6. عندك باغ اكزومبل 2 كيلومتر بار اور، دونك بغيتها بالمتر بار سكوند، دونك هنا عندي جوج. دونك شنو قال لك في القاعدة؟ كيلومتر بار اور كنقسمها على 3.6 باش نخرج باش تعطيني نتيجة بالمتر بار سكوند. دونك عندي هاد جوج نقسموها على 3.6، وهذه هي الطريقة باش نحسبو ولا نحولو من المتر بار سكوند كيلومتر بار سكوند كيلومتر بار اور ولا العكس. دونك نمرو مثال. هنا في المثال عندنا انطلقت سيارة من مدينة ا على الساعة 9 متجهة نحو مدينة بي، تبعد بمسافة 144 كيلومتر، فوصلت على الساعة 11. احسب السرعة المتوسطة لهذه السيارة بالوحدة كيلومتر بار اور وبالمتر بار سكوند. سافو دير ان عندك واحد السيارة هنا ا، داكوغ، انطلقت سيارة من ولا عندك واحد السيارة انطلقت
من المدينة A نحو المدينة B في هذا الاتجاه. دونك وصلك هنا ل B. دونك المسافة اللي كاينة ما بين A و B بين هذه المدينتين هي 144 كيلومتر. دونك انطلقت معايا اش انطلقت هنا مع دونك الوغ انطلقت مع تي 0 اللي هو التاسعة، وصلت هنا مع تي 1 اللي هي 11 داكوغ 11. دونك شنو مطلوب مني؟ احسب السرعة المتوسطة بالكيلو متر بار اور هي الاولى. دونك باش نحسب بالكيلو متر بار اور دونك عندي في مويان كنطبق العلاقة مباشرة، يعني هي دي المسافة اللي عندي بين ا و بي والمدة الزمنية. دونك المدة الزمنية دي تا تي ولا تي. الوغ دي عندي هي 144 كيلومتر، الوغ و دلتا تي هي 11 موان 9 داكوغ هي المدة الزمنية. دونك هو انطلق مع 9 وصل مع 11، دونك سي نورمال انه يدوز جوج سوايع في هاد الطريق. دونك هاديك هي المدة الزمنية. دونك عطينا هي 144 على 2 كيلومتر باغ اور اللي هي 77 داكوغ 77 او عفوا 72 كيلومتر بار اور. سي بيان. دونك خرجت لنا 72 كيلومتر بار اور، قال لك حولها لمتر بار سكوند. دونك كيفاش كنقوموا بعمليه التحويل؟ عندي هنا كما شفنا قبل، دونك عندي هنا 72 كيلومتر بار اور، دونك بغيناها بالمتر بار سكوند. دونك كما قلت لكم ان العلاقه خصها تكون في الدماغ هذه. دونك من الكيلومتر بار اور المتر بار سكوند شوفوا لا فلاش، دونك نقسموا على 3.6، كنقسموا على 3.6. الوغ نشدو 72 ونديفيزيوها على 3.6 ونحسبو اي اون كالكيل. نتوما احسبوها دابا راسكم وتعطيكم النتيجة بالمتر بار سكوند. الوغ سي بيان. الوغ ندوزو نوتخ ابليكاسيون. دونك فهاد لابليكاسيون هي اللي غنفهمو فيها شنو كتعني السرعة اللحظية. دونك أوقف دركي سائق سيارة وأعلمه أنه تجاوز السرعة القصوى المسموح بها، وأن كاميرات المراقبة سجلت 157 كيلومتر بار أور. فأجابه السائق أن هذا مستحيل. علاش؟ لأنه قطع فقط 120 كيلومتر في مدة ساعتين. سؤال: أحسب السرعة المتوسطة للسيارة، ماذا تمثل السرعة التي سجلتها كاميرات المراقبة؟ دونك أول حاجة نحسب السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة من نحسبوها؟ السائق هنا قال لك سيدي ضرب 120 كيلومتر في مدة ساعتين، يعني في مويان شحال كتساوي؟ قلنا دي سيغ تي. الوغ هي عوضنا 120 كيلومتر على جوج سوايع يعني 2 اور اللي كتساوي لنا هي 60 كيلومتر بار اور. 60 كيلومتر في الساعة. دونك هاد 60 كيلومتر في الساعة كما قلنا راه ممكن تكتب لها 60 كيلومتر باغ اور كوم سا، ولا تكتبها كيلومتر اور موان زاد بحال بحال داكوغ. قال لك اسيدي ماذا تمثل السرعة التي سجلتها كاميرات المراقبة؟ يعني ان الشيفور قال له راه ضربت انا 120 كيلومتر في ساعتين، يعني السرعة اللي مشيت بها هي 60 كيلومتر باغ اور، ولكن الكاميرا المراقبة اللي سجلتها اللي سجلها الدراكي 157 كيلومتر بار اور. دونك واش الدراكي كيكذب عليه؟ لا ما كيكذبش عليه، لان هنا كنهضروا على ان 157 كيلومتر بار اور هي السرعة اللحظية، السرعة اللحظية وليست بالسرعة المتوسطة. دونك هنا الفرق. دونك السرعة اللحظية هو أن الكاميرا مسجلات هاد السائق، مسجلاتوش من هو جاي، مثلا جاي من كازا حتى الرباط، واش سجلاتو بقا تابعو الدراكي من كازا حتى الرباط كيسجلو في السرعة ديالو؟ لا، دونك سجلو حتى قرب من الرباط، ولا حتى قرب عند الكاميرا بواحد المسافة، والتقطتو الكاميرا أنه
كان جاي 157 كيلومتر في الساعة. هذا ما كيعنيش أنه جاي من كازا حتى الرباط بهذه السرعة، لا، ولكن ملي قرب حدا الدراكي كانت عنده السرعة 157. يعني بديك اللحظة الكاميرا سجلته أنه ماشي ب 157 كيلومتر في الساعة. دونك هنا السائق هذاك الشيء اللي حسب هي السرعة المتوسطة، يعني السائق من الرباط، من كازا حتى الرباط كان غادي، هو شنو شاف؟ شاف انه كان غادي 120 ودوز عليه جوج سوايع، يعني 60 كيلومتر في الساعة. لا، 60 كيلومتر في الساعة راه مشى مثلا من الدار البيضاء مشى حتى للمحمدية ب 100 كيلومتر في الساعة، ثم من المحمدية قطع واحد المسافة ب 40 كيلومتر في الساعة، ثم قطع واحد المسافة ب 120، ثم قطع واحد المسافة ب 157. دونك هاد المسافات اللي ضربهم كاملين، داكوغ، يعني هاد المسافات اللي ضربهم كاملين بواحد السرعات معينة هي اللي كتعطينا السرعة المتوسطة. يعني السرعة المتوسطة ما كنديروهاش في واحد اللحظة معينة، داكوغ، يعني هو كان غادي كوم سا، دونك اللي سجلاتو الكاميرا سجلاتو في هاد اللحظة، داكوغ. دونك هذا فيتيس نسميوها انستونتاني، ولكن هنا من هنا حتى هنا راه السرعة المتوسطة كنحسبوها بشحال ضرب ديال المدة الزمنية في واحد المسافة، يعني هنا 2 زور فياش في 140 ولا 120 كيلومتر. هادشي باش كنحسبو السرعة المتوسطة. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضية مزيان. الوغ نمر الآن مسألة أخرى، نمر الآن مسألة أخرى. دوك يشير عدات السيارة والرادار إلى السرعة اللحظية وليس السرعة المتوسطة. هادشي كامل دوك السرعة اللحظية كتسجلها الكاميرا في واحد اللحظة معينة، ولا ديك السرعة اللي كتكون غادية بها السيارة كتسجل هذيك العدد ديال السيارة، كيما لك إيكوي ملي كتكون سايق مثلا باباك سايق بيك، كيلي كي الأكسيلاتور كيكسيري مزيان كيبان لك واحد ليكوي كيمشي 100 120، نقص من الاكسيلاتور ديك الكوي كيهود 80 70. دونك هذيك كتسجل لك السرعه اللحظيه بديك اللحظه اللي كان كسيري، كتبان لك السرعه بشحال هو غادي، ماشي السرعه المتوسطه. دونك طبيعه الحركه الان شنو هي طبيعه الحركه؟ اول شيء خلينا نتعرفوا عليه هو التصوير التحليلي. دونك ما تبالكمش هذا الشيء غريب، التصوير التحليلي هو فقط واحد العمليه كنشرحوها دابا الان. هاد التقنية ديال التصوير التحليلي كتعتمد دونك على أخذ صور متتالية خلال مدة زمنية متتالية ومتساوية على نفس الشريط الفوتوغرافي. يعني حنا باش ندرسو الطبيعة ديال الحركة نحلو الحركة ديال واحد المتحرك نقوم بتحليلها. شنو كنديرو؟ كنشوفو واحد التصوير، كنديرو هاد التصوير كيتسمى اون فرونسي كرونو فوتوغرافي، كنديرو هاد التصوير التحليلي. التصوير التحليلي هو كناخدو صور متتالية في خلال مدة زمنية متتالية ومتساوية نفس المدة الزمنية. يعني خديت الصورة الأولى، داكوغ، في الصورة الثانية وخديت الصورة الثانية، الصورة الأولى والصورة الثانية. دونك ما بين الصورة الأولى والصورة الثانية دازت مثلا واحد المدة الزمنية، خديت الصورة الثالثة دونك بين الثانية والثالثة نفس المدة الزمنية إلى آخره. وهادشي ده كامل كنديرو على نفس الشريط الفوتوغرافي. مثال على هذا الشيء هو هذا الرسم. دونك هذا فقط كنوضح لكم دونك الدراسه ديال طبيعه الحركه كتتم بهذا التصوير التحليلي. دونك انتم ما تفهموها وفقط، يعني ما عندهاش اهميه كبيره بالنسبه لكم الدرس، ولكن مزيان تفهموها. دونك هذا هو مثال على التصوير التحليلي. دونك هذا مصور، دونك هنا عندك هاد الصورة الأولى، الصورة الثانية، الصورة الثالثة، الصورة الرابعة، وهذه الصورة الخامسة. إلا لاحظتوا مزيان أن المسافة هنا غادي وكتزايد، دونك المسافة هنا كتزايد، كانت المسافة صغيرة زادت كبرت زادت كبرت زادت كبرت، ولكن المدة الزمنية اللي صور اللي صورت هذا التصوير التحليلي دونك بين هاد الموقع الأول والموقع الثاني في نفس المدة، وبين الموقع الثاني والثالث في نفس المدة، والموقع الثالث والرابع في نفس المدة إلى آخره. إذا هناك ذلك دونك هذا وضعية أخرى. دونك المسافة هنا كتبان لكم أنها متساوية ما بين المواضيع اللي أخذها المتحرك ما بين فوتو وفوتو، دونك مسافة متساوية.
دونك هذه الأهمية ديالو هو أنني باش ندرس الحركة ونعرف الطبيعة ديالها كما هنشوفو الآن. ألوغ لاحظو معايا، مثلا عندنا هذا الشكل، هذا واحد السيارة هي في حركة، داكوغ، هذا منحى ديال الحركة ديالها. ندرسو دابا الآن، ناخدو هنا مثلا هذا بوزيسيون أ زيرو، هذا البوزيسيون يعني الفواتير كانت هنا في أ زيرو في هذا الموضع، وصلت هذا الموضع أ أن، ثم الموضع أ دو، ثم الموضع أ تروا، داكوغ، وحتى الموضع أ كاتخ، حتى الموضع أ كاتخ، داكوغ. إذا هنا هذه السيارة من بين الموضع أ زيرو أ أن، داكوغ، المسافة اللي ضربتها هي 0.15. حنا خدينا هادشي اعتباطي، ماشي ضروري انه يكون حقيقي، دونك فقط باش ندرسو هاد الحركه. دونك 0.15 متر بين ا 1 و ا 2 كذلك 0.15، بين ا 2 و ا 3 0.15، وبين ا 3 و ا 4 0.15. لو طو قلنا في ان هاد التصوير التحليلي دائما هاد التصوير اللي كنديرو كيكون في نفس المده الزمنيه، يعني الموضع يعني هنا من هاد السيارة من هاد الموضع أ زيرو للموضع أ أ أن، داكوغ، مشات في نفس المدة الزمنية في تي كتساوي 0.1. هنا ما بين أ أن و أ دو في تي كتساوي 0.1، وبين تي دو و أ تروا في تي كتساوي 0.1 إلى آخره. دونك قمنا بحساب السرعة المتوسطة باستخدام العلاقة اللي شفناها، دونك دي سيغ تي. دونك دي عندنا هنايا 0.15 سيغ 0، يعني 0.15 متر بيان سيغ 0.1 سكوند. شنو لقيناها كتساوي لنا 1.5. بما ان عندنا نفس لو طون، عندنا نفس ديستانس، نفس المسافة، فإن السرعة كاملة من أ زيرو لأ أن نفس السرعة اللي كاينة بين أ أن و أ دو بين المجالات الاخرى، داكوغ. اذا هنا شنو ممكن نقولو؟ ممكن نقولو بان المتحرك كيقطع مسافات متساويه، مسافات متساويه كما شفنا هنا، دونك مسافات متساويه في مدد زمنيه متساويه. المدد الزمنيه دائما غتكون متساويه في الامثله اللي غنشوفو كامله، داكوغ، وبالتالي فسرعته تبقى ثابته. ملي حسبنا السرعه لقيناها نفس السرعه تبقى ثابته. في هذه الحاله شنو كنقولوا؟ اذا كانت السرعه ثابته فان حركه كنسميوها، او طبيعه الحركه كتكون حركه منتظمه. هذه اول شيء في الطبيعه ديال الحركه، دونك حركه السرعه ثابته والمسافه كذلك هي ثابته، اذا الحركه منتظمه، وبالتالي هذا هو الطبيعه الاولى للحركه اللي هي حركه منتظمه. بالنسبه للطبيعه الثانيه ديال الحركة، ناخدو كذلك نفس الشيء، ناخدو هنا المتحرك، دونك هنا في واحد البوزيسيون الوضعية أو الموضع أ زيرو، هنا في الموضع أ أن، هنا في الموضع أ دو، وهنا كذلك في الموضع أ تروا، داكوغ. إذا هنا نضرب واحد المسافة ديال 0.04 ما بين أ أن و أ دو، نضرب المسافة ديال 0.11 ثم 0.2. شنو كنلاحظوا؟ بان المسافه غاديه وكتزايد، المسافه غاديه وكتزايد. لاحظوها مزيان حتى في الشكل، ان المسافه غاديه وكتزايد ما بين موضع وموضع. اذا لو طون اس قلنا في التعريف ديال ديك الكروماتوغرافي اللي شفنا اللي كنصوروا به، هو ان المسافه دائما لو طون كيكون هو هو، يعني صورت هذا ما بين هذا الموضع وهذا الموضع في نفس الزمن، بين هذا الموضع الثاني والثالث في نفس الزمن، الموضع الثالث والرابع في نفس الزمن. كنعاود نكررها دائما لحقاش كنتلفو فيها الدراري، دونك دائما نفس الزمن. اذا 0.1 0.1 0.1، حسبت السرعات دائما بنفس العلاقه في ام اي تيغال دي سور تي. شنو لقيت؟ بان السرعه حتى هي كذلك تتزايد، السرعه تتزايد. اذا هنا المتحرك يقطع مسافات تتزايد في مدد زمنية متساوية، قطع مسافة تتزايد يعني المسافة غادي وكتزايد كما شفنا في مدد زمنية متساوية، دائما المدد الزمنية كتكون متساوية، عقلوا عليها مزيان.
وبالتالي سرعته هي الأخرى تتزايد كما بنا عندما حسبنا السرعة المتوسطة، كانت 0.4 ولات 1.1 ولات 2، إذا السرعة ديالو حتى هي تتزايد. في هذه الحالة السرعة تتزايد، إذا الحركة أو طبيعة الحركة شنو غتكون؟ غتكون حركة متسارعة، وهذه هي الطبيعة الثانية ديال الحركة، الحركة متسارعة. شفنا الحركة المنتظمة داكوغ، قلنا فيها أن السرعة كتكون ثابتة، المسافة ما بين كل موضع ديال المتحرك هي ثابتة كذلك، وسميناها حركة منتظمة. بالنسبة لهذه الحالة عندنا السرعة تتزايد مادام أن المسافة ما بين موضع وموضع تتزايد، إذا السرعة هي تتزايد، إذا نقول عنها أنها حركة متسارعة. دونك هذه هي الطبيعة الثانية، حركة متسارعة. دونك نشوفوا المثال أو الطبيعة الثالثة ديال الحركة. نفس الشيء هنايا، ناخذ أ زيرو وناخذ هنا أ، الموضع الثاني هو أ أن، الموضع الثاني اللي احتلها المتحرك هو أ دو، الموضع الثالث اللي احتل المحرك هو أ تروا و أ كاتخ. داكوغ، ألوغ هنا عندنا في المسافة اللي كاين بين الموضع الأول والموضع الثاني، وكذلك المسافة اللي كاين بين الموضع الأول الثاني والثالث، والثاني والثالث والرابع، والرابع والخامس إلى آخره. دونك كنلقاو أن غادية المسافة غادية وكتزاد كما كتلاحظوا في الطابلو. داكوغ، غادية وكتزاد، عفوا غادية وكتنقص، وكتبان في الصورة كذلك أن المسافة غادية وكتنقص. دونك غادية وكتنقص، المدة الزمنية دائما كتبقى هي هي. داكوغ، وحسبنا السرعة ولقينا كذلك أن السرعة غادية وكتناقص، السرعة غادية وكتناقص. إذا هنا في هذه الحالة المتحرك يقطع مسافات تتناقص كما وضح هنا، المسافة غادية وكتناقص في مدة زمنية متساوية، دائما المدة الزمنية متساوية. داكوغ، تصوير تحليلي دائما المدة الزمنية كيكونوا متساوية، وبالتالي سرعته هي الأخرى تتناقص، السرعة ديالو كتناقص كما كاين هنا، كان 2.7 هنا، دونك هنا ولات 1.9، دونك غادي وكتنقص، عندنا 1.2 زادت نقصت ولات 0.4. إذا في هذه الحالة السرعة كتناقص، إذا شنو هي طبيعة الحركة؟ طبيعة الحركة، طبيعة الحالة تكون حركة متباطئة. إذا هذا هو المفهوم ديال الحركة متباطئة. دونك شفنا ثلاثة من طبيعة الحركة. دونك طبيعة الحركة إما أن تكون حركة متباطئة، وإما أن تكون حركة متسارعة، وإما أن تكون حركة منتظمة. وهذا هو الدرس، وهذه كونكليزيون. دونك كونكليزيون هنايا بغيتو ديروا لها، صوروها، ديروا كابتور ديال الفيديو وصوروها، لو تصوروها خليوها عندكم. هنا راه كتلاحظوا مزيان ان راه عندنا هنا المسافه دي متر، مسافه متساويه دي متر دي متر، لو طون دائما كيكون هو هو. لاحظتوا في ثلاثه الحالات لو طون 1 سكوند 1 سكوند 1 سكوند 1 سكوند 1 سكوند، دونك المسافه الوحيده هي اللي كتغير. دونك هنا، دونك هذه الحركه هذه منتظمه، علاش؟ حقاش ما نحسبوا السرعه القوها سرعه ثابته، سرعه داكوغ، سرعة عفوا أننا ثابتة، ثابتة داكوغ. وكذلك هنا بالنسبة لهذه السرعة، هذه هي السرعة كت غادي وكتزايد، داكوغ. إذا هي حركة متسارعة فقط، هذا هي ملخص أو كونكليزيون. وهذه حركة متباطئة لأن هنا عندنا المسافة غادية وكتناقص، وبالتالي حتى السرعة تكون غادية وكتناقص. مادام أن السرعة تتناقص إذا فهي حركة متباطئة. وبهذا نكون انتهينا من الدرس ديال اليوم، نتمنى أنني نكون فيتكم شيئا ما، ونتمنى أنكم تدعموا هذه القناة لكي تستمر وأنها تقوم بإنتاج الجديد بالاشتراك بطبيعة الحال، وبالتفاعل معها عن طريق اما جيم اما جو نيم با اللي بغيتي. دونك ماشي مشكل، على حساب انت واش عجبك الفيديو ولا ما عجبكش الفيديو، وكذلك بالتعليقات وطرح الاسئله ماشي مشكل، حنا مستعدين نجاوبوا على كل التساؤلات ديالكم. والى
إلى اللقاء في درس جديد.